يعني زي ما حضرتك عارف ان الاستثمارات على مدار العامين اللي فاتوا معظمها يعني منصب على الطاقه والنفط والطاقه بشكل عام يعني، فبالتالي ما تقدرش هنا تختبر قوه الاستثمار في مصر بعد التعديلات الكتيره اللي حصلت في قوانين كتيره، فده محتاج شويه وقت. وان كنت برضو شايف مع استمرار الحكومه على نهج الاصلاح الاقتصادي ده بيعزز من تحقق نسب اكبر كمان من كده، خاصه لو تم مع ده مواكبه الاصلاح ده بالاسراع في الطروحات. الطروحات مش بس استثمار غير مباشر، انت ممكن عن طريق البورصه تستحوذ او شركات خارجيه تيجي تستحوذ وبالتالي تتحول من استثمار غير مباشر الى استثمار مباشر. ده من شانه انه يوسع من نشاط شركات قائمه، من فروع جديدة، أماكن جديدة، بيعمل فرص عمل، وبالتالي ممكن نشوف أرقام أكبر من كده. لكن الـ 8 إلى 10 مليار مش هم برضو الرقم الكبير إذا ما قارناهم بـ 2011 مثلا. ولو بصينا حتى في 2016-2017 كان في حدود تقريبا نفس الرقم 8 مليار دولار. فأنت محتاج أن أهدافك تبقى أعلى بالضبط، يعني أنت مش أقل من 14-15 مليار دولار استثمارات. وإن كان أنا بتمنى أن هم يبقوا مش بس في الطاقة والنفط زي ما شفنا على مدار السنتين، لا، يبقى في الاستثمار الصناعي، يبقى في مجالات العقار، مجالات كتيرة. كل ده من شأنه زي ما قلنا أنه يعزز من فرص نجاح البرنامج الإصلاح الاقتصادي ووتيرة التحسن في الوضع الاقتصادي بشكل أكبر، بما يسمح أن الناس تبتدي تشعر بأن الأمور بتتحسن، مش بس الضغط مستمر عليها في مسألة الدعم وما شابه وغلو الأسعار وما إلى ذلك.